جمهور الزمالك امبارح مالي المدرجات باعداد كبيره جدا جدا في مباراه بيراميدز انا لو بشجع الزمالك انا لو من مشجع الزمالك هكلمك بسرعه انا ما عشان مش مش من عشان انت على طول هتقول لي ايه لا انت ما مش انت انا لو من مشجع الزمالك مش هروح اقطع تذكره وفي الجو الحر دوت واروح اشجع عشان تشوف المنظر ده تمام وتقعد تساند بالاعداد دي كلها فرقه كل طموحها دلوقتي بطبيعه الحال عشان النقاط يعني انها تبقى موجوده في المربع الذهبي الزمالك الطبيعي بتاعه ايه ينافس على الدوري فالزمالك فقد الحظوظ دي في المنافسه على الدوري ورغم كده جماهير الزمالك في كل المباريات بالعدد ده بتشجع وتدعم وتسانق الجمهور ده الجمهور العظيم ده بيحب فريقته دون اي مصلحه تكسب بطوله ما تكسبش تكسب تخسر حلو, تلعب حلو وتلعب وحش انا في ظهرك فبصراحه اشاده كبيره بجمهور الزمالك طوال الموسم مش بتكلم على المباراه دي بس انا قلت الكلمتين دول قبل كده وبكررهم تاني عشان كل ما بشوف المنظر بقعد اسال الناس دي المدرجات للمدرجات ليه؟ انا مش, مشا... هم عندهم الاحاسيس بتاعه مشجع الزمالك بس انا من بره بقعد اسال يا عم هيقولوا لا ما خلاص ما الدوري خلص ما انا كده كده ماليش مصلحه في الدوري ده ما انا كده كده مش هستفاد حاجه انا ليه خليني اروح يعني ونص فرقه غايبه كمان اصابات ولا في معسكرات ولا منتخبات ولا اي حاجه ايه اللي يخليني إيه اروح بس هما بيحبوا الزمالك الاسم كده كده انا رايح للزمالك ده جمهور الزمالك برافو يعني